البصرة ما قدر يقودها، النوم يقود العراق الأكبر. سوى مجزرة بأهل البصرة العام الماضي، لا تنسون يا عراقيين، أصحاب العيدان العام الماضي ارتكب مجزرة من الدماء بحق الشباب. وصل الحال هنا فيه أن ينزل بشخصيته يضرب المتظاهرين هو. فهذه الشخصية مرفوضة رفض قاطع. وإذا فعلا تم تمريره فإحنا راح نتكلم عنه كلمة أخرى وتصعيد يليق به.